سلطة فاصوليا رائعة جدا، عبارة عن سلطة حلوة جدا، فاصوليا خضراء. يعني انتوا عارفين فوائد الفاصوليا الخضراء اساسا. فاصوليا خضراء هنحتاج فيها، او سلطة الفاصوليا الخضراء هنحتاج فيها كينوا، طماطم. كينوا طبعا ننقعها تقريبا، ممكن ننزلها المقادير بتاعتها بليز. يبقى احنا عندنا سلطة الفاصوليا الخضراء والكينوا، هنحتاج كوباية من الكينوا منقوعة لمدة ساعة تقريبا في مية مغلية من الكتل، نص كوباية فاصوليا خضراء او نص كيلو، مش نص كوباية، فاصوليا خضراء تكون مسلوقة، بسيبها زي ما هي صحيحة بشيلها الاطراف بس. كمان عندنا معلقة من الخل تكون كبيرة، وعندنا ثمرة طماطم كبيرة مفرومة، كوباية زيتون اسود حلقات، عصير ليمون، وبتنجانية كده بشويها وقطعها صغير جدا بالقشر بتاعها عشان كمان اتاكد ان الزيوت اللي فيها راحت، وهحتاج سبراي سبراي زيت الزيتون. الفاصوليا بتاعتي اهو، حطيت الفاصوليا بتاعتي، هاخد بتنجان بالطريقه دي. سلطة حلوة جدا، مغذية جدا، صحية جدا يا جماعة. الموضوع أبسط مما تتخيلوا. لو عايزين ننزل وزن مش لازم أقلل، مش لازم أقلل، أنا بخفف الأكل في الدهون، يعني بشيل الدهون كلها منه. لو شلنا الدهون شلنا السكريات، صدقوني والله العظيم هتنزلوا النص فوق ما تتخيلوا. غير أنه طبعا أنا بقول لكم اتباع طريقة صحية للأكل مش دايت، لأني أنا هرجع وأقول أنا مش دكتورة. ها نقول مين؟ دليلة، مدام دليلة. هنا عندي بذور الكينوا، واسمها كينوا مش كينوا، يعني لازم نحط بالنا في النقطة دي بليز يا جماعة. الكينوا كينوا مش كينوا، فعشان لما بنيجي نسأل عنها الراجل ونقول كينوا، لا الموضوع بيبقى مش هي خالص، يعني ممكن ما يبقاش فاهم هو هيدينا ايه.